للتوضيح، مع كل أزمة اقتصادية يمر بها العراق يعاد طرح موضوع قانون رفحاء والمطالبة بإلغائه. ورفحاء هي محافظة سعودية تقع في المنطقة الحدودية مع العراق. في عام 1991 أنشئ مخيم بإشراف أممي للاجئين العراقيين الهاربين في ذلك الوقت ليضم حوالي 40,000 لاجئ، وتم ترحيلهم إلى عدد من الدول الغربية وحصلوا على جنسيات تلك الدول، وأغلق الملف بشكل كامل عام 2003. عام 2006 أقر البرلمان العراقي قانون رفحاء، يحصل بموجبه كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعوائلهم على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعاً آنذاك، وبواقع 1,200,000 دينار شهرياً، إضافة لعلاج وسفر ودراسة مجانية على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين. ويبلغ مجموع نفقات ما يترتب عليه هذا القانون سنوياً أكثر من 40 مليار دينار، على الامتيازات الأخرى بمليارات الدولارات التي اعتبرت مستحقات لهم بأثر رجعي تسلموها دفعة واحدة، إضافة إلى قطع أراضي وامتيازات تتعلق بأبنائهم وتوظيفهم في دوائر الدولة. وهو ما أثار هذا الملف والاعتراضات على القانون بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي اضطرت العراق للتفكير بالاستدانة لتوفير رواتب موظفي الدولة أو الادخار الإجباري والاقتطاع من رواتب الموظفين.